هذا وسيعرض على حضراتكم تلفزيون البحرين حوار قناة دي ام سي مع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية مباشرة بعد نشرة الثامنة مساء. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي سالم اليامي. بداية مساء الخير استاذ سالم. معالي وزير الخارجية البحريني أشار في لقائه إلى أن الإجراءات مستمرة وتستهدف السياسة القطرية وليس الشعب القطري. ما هي أهمية التفريق بين الشعب والسلطة القطرية في مثل تلك المواقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذا التصريح صافي من الوزير، وهو خط ثابت في موقف الدول الأربع منذ أن بدأت هذه الأزمة، حول أن هناك فرقا بين الحكومة القطرية من تسوس الأمور وبين في الحقيقة الجهات التي تقوم ب ألو نعم اي نعم. ويعني هناك تفريق حقيقة لدى هذه الدول الأربع، ويعني هذه الإشارة من سمو الوزير واضحة ودقيقة وتأتي بمفصلية منذ أن بدأت الأزمة، أن هناك تفريقا بين صانع السياسة في الدوحة الذي لا يهم حقيقة لا مصير الدولة ولا مصير السياسة ولا مصير المنطقة ولا مصير الشعب القطري. وهناك تفريق بين أهلنا وأشقائنا في دولة قطر الذين نكون لهم كل خير وقوع كثير من هذه الجهود التي تقوم بها الدول الأربع، هي لمصلحة حقيقة الشعب القطري، وهذا كان من البيانات الأولى التي استمعنا إليها في بداية هذه الأزمة. نعم أستاذ سالم، أشار معالي وزير الخارجية كذلك إلى اتفاقي الرياض 2013 و2014 كفرصة لقطر لإصلاح سياستها تجاه دول المنطقة، ولكن قطر ضيعت تلك الفرصة. ما هو تعليقكم على ذلك؟ يعني في الحقيقة هذه إشارة جوهرية، لأن الدوحة أضاعت أكثر من فرصة، وفي تقديري أن الأيام الأخيرة وقبل البيان الذي سمو أمير دولة قطر، يعني كانت الفرص أمام الدوحة واضحة، وكان بإمكانها استغلال الكثير منها، وكان بإمكانها يعني تغيير مسار هذه الأزمة. ولكن كما قال سمو وزير الخارجية، الدوحة حقيقة دامت على تعمد إضاعة هذه الفرص، ولا نعرف حقيقة، وهذا هو المشكلة أختي الكريمة، لا نعرف في المستقبل هل سيكون هناك فرص لنزيد من الفرص أم لا، أم أن الخناق يضيق على الدوحة، وأن يعني هذه الدول ربما تتخذ تصعيدا معينا يلغي هذه الفرص ويقلل من مكانتها على الدوحة، وهذا لا نريده، ولكنه سيكون كالدواء المر الذي سنتجرعه جميعا. نعم، من الرياض المحلل السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.